متواجدين هنا بالمناسبة هذه نتيجة أننا نظمنا يوم معناتها يوم وطني مشان نعملوا ديبيستاج دو ديابيت يعني مشان نقيس السكر للناس اللي يمكن ما يعرفوش روحهم عندهم السكر خاطر السكر هو مرض معناتها مرض معناتها مزمن ونجم الإنسان هو عنده السكر وما يفيقش به وما نفيقوا به كما نعملوا تحليل السكر دونك احنا هونية مش يجونا مواطنين ونثبتوا لهم السكر متاحهم ونجم نلقاو حالات سكر مش ما كانوش معروفين قبل هيك علاش عملنا جورنية هذية لسيما أن مرض السكر وقت يكون مش معروف يجم يعمل مضاعفات خطيرة كما الجلطة الدماغية كما جلطة في القلب كما أمراض الكلى كما أمراض في العينين ولهذا عملنا الجورنية ديبيستاج هذه اليوم ضمن احتفالات باليوم العالمي للسكري اللي يصير كل 14 نوفمبر قمنا بتنظيم اليوم التحسيسي هذا باش نوعيوا العباد بضرورة تقصي مرض السكري سورتو بالنسبة للإنسان اللي ما عندوش سكري دونك ويكون عنده عرضة انه يكون مريض بالمرض هذا يكون عنده مثلا في العائلة شكون مريض عنده شكون مريض شكون عنده زيادة في الوزن يكون عنده أمراض مثلا في القلب والشرايين يكون دونك عنده غدة اكسيتيرا دونك العباد هذا كل نورمال ما يلزم يقوموا بتقصي السكر عندهم على الأقل دونك مرة في 3 سنين في العامين يقوموا بتقصي السكر وحتى بصفة أكثر متقاربة معناها كل عام ولا حاجة دونك اليوم زيادة الأوبجيكتيف متاعنا باش نشوفوا المرضى اللي ديجا مرضى بالسكر باش نحاولوا نعطيهم شوية نصايح باش نوعيوهم بوجوب المتابعة المستمرة للمرض متاعهم بوجوب مراقبة السكر متاعهم بصفة دورية خاصة عن طريق قيس السكري بالأباغي اللي نسميوها غليكوميتر وضرورة مراجعة الطبيب المباشر متاعهم بصفة دورية الحياة فهم الحياة فهم زهرة الحياة